وفي اطار التحضير للموسم الجديد، وانت بتحضر الموسم الجديد عندك النهارده جهاز فني جديد لكره اليد في النادي الاهلي، والاهلي اعلن رسميا من خلال مؤتمر صحفي عن تعيين الدنماركي ستيفان ميديسن قدامنا على الشاشه. يمكن دي لحظات ووقت الاعلان بشكل رسمي والصور عن تعيين المدير الفني الدنماركي ستيفان ميديسن لكي يكون مديرا فنيا لكره اليد في النادي الاهلي. طبعا المؤتمر الصحفي حضروا ستيفان المدير الفني الدنماركي ومعاه كمان الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، وشايفين طبعا على الشاشه الكابتن محمد الغزاوي عضو مجلس الاداره، والكابتن ياسر لبيب كمان المشرف على قطاع كره اليد في النادي الاهلي. طبعا كانت في تصريحات مهمه جدا من الدنماركي ستيفان ميديسن اللي اعرف فيها عن سعادته بالتواجد في النادي الاهلي، وكمان الكابتن خالد العوضي ادلى بتصريحاته خلال هذا المؤتمر الصحفي. تعالوا نسمع كده جزء من المؤتمر والتصريحات اللي بالتاكيد في نهايه المؤتمر كابتن خالد العوضي كان حريص على اهداء ماديسون قميص الاهلي مدونا عليه اسم المدرب الدنماركي. تعالوا نسمع ونشوف في التصريحات في المؤتمر الصحفي. النهارده اكيد كل الناس بتسال الراجل وصل مصر ازاي او اختارنا ليه المدرسه الدنماركيه. المدرسه الدنماركيه دي من اهم المدارس اللي موجوده في كره اليد، مع المدرسه الاسبانيه الدنمارك ابطال عالم اولمبياد، بيقدموا هاندبول مختلف شويه عن العالم، عندهم تقريبا زي مصر عندهم الاجريسيف جدا جدا في اسلوب اللعب. قدرنا نتواصل مع ستارت على طول مع مستر راسموس، هو وكيل اعمال مستر ستيفن. بدانا المفاوضات دي من قبل تشامبيونز ليج، قبل الراجل ما يلعب الفاينل باسبوع تقريبا بدانا المفاوضات دي. اخذنا في المفاوضات فتره شويه كويسين، لكن فعلا انا شايف ان المفاوضات كانت سهله جدا جدا جدا. ان شاء الله اتمنى ان طموحنا كان جماهير النادي الاهلي، انا عارف الجماهير النادي الاهلي ما عندهاش يعني لا ينقطع طموحها، عايزين كل البطولات معايا، وبي باذن الله هنحقق بطولات ونستكمل مسيره ديفيد ديفيس، والنادي الاهلي دايما على الخريطه العالميه مع المدربين العالميين، وان شاء الله باذن الله واللي جاي احسن نشاط رياضي. بطمن كل جماهير النادي الاهلي، لاخر كلمه هقولها، بطمن جماهير النادي الاهلي دائما وابدا ان مجلس الاداره فعلا، ويعني لو كنا في السوشيال ميديا بشوف حاجات كتيره او كلام كتير، لا بتكلم بصراحه شديده، هم سبورت 100% سبورت ان دايما النادي الاهلي يتحط على الخريطه العالميه عشان خاطر طموح جماهيره. Thank you for taking so good care of me so so far. I'm طبعا في الاول بشكر المقدمه، بشكر كابتن خالد على المقدمه، الكابتن خالد على المقدمه الجميله دي، وانا سعيد جدا، وانا سعيد وعندي شغف كبير موجود في النادي النهارده، نادي من اكبر الانديه في افريقيا، اكبر نادي في افريقيا واكبر نادي كبير، وانا عندي طموح لاعمل حاجه كبيره. And also for me it's of course something special to be a part of a club with Captain Bibo. طبعا سعيد جدا وشرفنا نكون في نفس النادي مع كابتن بيبو، واحد من افضل رؤوس حربة في التاريخ، يعني في تاريخ افريقيا وفي تاريخ العالم. انا سعيد نكون معاه في نفس النادي، ده حاجه شرف كبير لي. And also of course I would like to thank Captain Motaegi, Captain Alawadi for a tremendous negotiation. طبعا بيشكر باسمه خالد مرتجي وكابتن خالد العوضي على المفاوضات، كانت بمنتهى الرقي وكانت هايله، وكانت حاجه من افضل الحاجات اللي حصلت معايا في الكارير بتاعه في مسيرته، وحاجه زي كده بتظهر قد ايه الناس دي على مستوى عالي من الاحترافيه، وبتظهر برضه بتعكس احترافيه النادي في التفاوض، فهو بيشكرهم جدا على التفاوض السلس وكان على مستوى عالي من الاحتراف. Of the whole club. And of course many people has asked me why do you choose Al Ahly, why do you choose Egypt, and I الناس بيسالوه انت ليه اخترت النادي الاهلي واخترت مصر عشان تيجي تتمرن فيها. انا شفت الجماهير حاجه مبهره وحاجه تشرف، انا اتشرف ان انتمي للنادي بجماهير زي دي، وانا بوعد الجماهير حبذل قصارى جهدي وكل دقيقه عمل عندي في النادي، حد كل عندي علشان اخلي النادي يتقدم اكتر واكتر واحقق انجازات اكبر واكبر للنادي وللتيم للفريق وللجماهير وللنادي نفسه.